بسم الله الرحمن الرحيم. ده الجزء الثاني من الفارماكو دايناميك الموجه إلى الفرقة الثالثة صيدلة في صيدلة سوهاج وصيدلة أسيوط لو هما بياخدوه طبعا. والجزء ده خاص بمقرر فارماكولوجي واحد او البيزك فارماكولوجي. الدوز ريسبونس كيرف، الجزء الاول في الموضوع ده الدوز ريسبونس كيرف. ايه هو الدوز ريسبونس كيرف؟ هو عباره عن جرافيكال برزنتيشن بيدي علاقه ما بين الدوز وبين الريسبونس برودوس باي ذا دوزز، بيبقى موجود في صوره كيرف من اسمه. الاسم بيدل على الديفينيشن بتاعه. هي انواع الدوز ريسبونس كير، يعني نوعين الدوز ريسبونس، اما جريد الدوز ريسبونس كير اما كوانتال. الجريد ده بيسموه كوانتيتيف دوز ريسبونس كير، لان بيدي علاقه ما بين الدوز والسايز اوف ريسبونس. بيبقى ريسبونس هنا ميجرابل، زي مثلا تشينج في البلد بريشر، تشينج في الهايت، تشينج في الويت، تشينج في البلد شوجر، حاجات نقدر نقيسها وبالتالي اقدر ارسم العلاقه ما بين الدوز وما بين الريسبونس. طيب بستفيد من الكيرف ده في ايه؟ في ان انا اعرف البوتنس بتاع الدراج، الماكسيمال افيكاسي، السلوب والبيولوجيكال فاريشن اللي احنا بنشوفها. في نوع ثاني من الدوز ريسبونس كيرف اسمه كوانتال دوز ريسبونس كيرف او كواليتيتيف دوز ريسبونس كيرف او اول اور نون دوز ريسبونس كيرف. هذا الدوز ريسبونس كيرف بيبقى نون جريد او نون، الاند بوينت فيه بتبقى نون ميجرابل، زي مثلا يا في ريسبونس ما فيش كونفالشن، يا حصلت كونفالشن ما حصلتش، فيها ريزميا، فيها ريزميا او ما فيش، ما اقدرش اقول نص ريزميا، ربع ريزميا، 3 من 10، لا. في موت، يا في موت يا ما فيش، ما فيش ربع موت وعشر موت وخمس موت والكلام ده، لا. اول اور نون ريسبونس، يا في يا ما فيش. دي بنستفيد منها في تحديد الاي دي 50 والتي دي 50 ميديان توكسيك دوز والميديان افكتيف دوز، والال دي 50 اللي هي الميديان ليثال دوز اللي هي الدوز which kill 50% of animal. هنا الاي دي 50 بيبقى لها تعريفين، ميديان افكتيف دوز اللي هي الدوز at which 50% of population manifest a given effect، بيدي نفس الإفكت، أو الدوز اللي بتديني 50% of maximum response. يبقى هنا مشيت مع ال qualitative ومع ال quantitative dose response curve. median toxic dose الدوز اللي بتديني 50% من البوبيوليشن حصل عندهم نفس المانفستيشن، نفس التوكسيك مانفستيشن. الال دي 50 قلنا الدوز اللي بتعمل كيلنج ل 50% من السبجكتس، ودول غالبا بيبقوا انيمال، مش معقول هنقتل بني ادمين عشان نحدد الال دي 50 فيهم. اللوب دوز ريسبونس كيرف دايما بتترسم او بنستعملها، ما بنستعملش الدوز ريسبونس كيرف. ليه؟ اللوب دوز بتديني ستريت لاين، اللوب دوز بتبقى وايدر دوز كان بي بريزنتد اوفر ذا وايد دوز اكسس، اقدر اخد جرعات كتيره. اللوب دوز اقدر استعملها ماثيماتيكالي اسهل في الاستاتستيكال اناليسيز وفي الحسابات، تبقى اسهل من الدوز العاديه. دي كيرف بيوضح لي العلاقه ما بين اللوب دوز والريسبونس، ويقول لي والله الكيرف بيبقى هايبربوليك، كل ما تزيد الريسبتور كل ما يزيد الريسبونس لغايه ما احصل على الماكسيمال افكت. بعد كده لو بعد الماكسيمال افكت كل ما تزيد الدوز بتحصل توكسيستي في ال الدوز ريسبونس كيرف. بيبقى عليه اربع فاريبل، بيبقى عليه البوتنسي والماكسيمال افكاسي والسلوب والبيولوجيكال فاريابيليتي. محتاجين نعرف معناهم وندرسهم تفصيليا.
بالنسبه للبوتنسي والافكاسي، البوتنسي بتديني فكره عن الدوز ريكوير تو برودوس سيرت ريسبونس، عن الكميه اللي بتدي ريسبونس معين. انما الافكاسي تديني فكره عن الماكسيمم ريسبونس اوف دراج that can be produced when all receptors occupied by the drug. هنا الـ ED50 بيبقى لها تعريفين. Median effective dose اللي هي الدوز at which 50% of population manifest a given effect، بيدي نفس الإفكت. أو الدوز اللي بتديني 50% of maximum response. يبقى هنا مشيت مع ال qualitative ومع ال quantitative dose response scale. Median toxic dose الدوز اللي بتديني 50% من ال population حصل عندهم نفس ال manifestation، نفس ال toxic manifestation. ال LD50 قلنا الدوز اللي بتعمل killing ل 50% من ال subjects، ودول غالبا بيبقوا انيمال، مش معقول هنقتل بني ادمين عشان نحدد ال LD50 فيهم. افكاسي بقارن الماكسيمال افكت بروديوس وبحصل على الافكاسي لما كل ريسبتور تبقى اوكيبايد باي ذا دراج، زي ما انت شايف في السله الاخيره او الجزء الاخير من الفيجرز، اللي هو الافكاسي هنا الاربعه ريسبتور occupied by four molecules of drug. لو بصينا على الفيجر ده A و B و C، هنلاقي A has the highest efficacy، C has the lowest efficacy، B has the median efficacy. ولذلك A الافكاسي بتاعته أعلى من B، أعلى من C. هنا أنا قررت حاجة واحدة، ما قررتش ايدي 50، ايدي 50 في الامبورتنس، انما انا قررت الماكسيمال افكت بروديوسد باي ذا. يمكن من الحاجات الواضحه جدا عندنا في الافكاسي في الادويه بحصل على نفس الريسبونس او على ريسبونس عالي جدا، زي مثلا المورفين و النون سترويدر. ان الافكاسي اوف مورفين از انالجيزيك دراج اعلى بكتير جدا من الافكاسي اوف النون سترويدر. النيبريدين والبنتازوسين، النيبريدين از اوبيويد دراج مور افكتيف ذان بنتازوسين. ان الافكاسي بتاع النيبريدين اعلى بكثير من البنتازوسين، في حين ان المورفين is more potent than ميبريدين. لكن الافكاسي بتاعت الاثنين واحدة، الكيرف اللي على اليمين لو بصيت الافكاسي هما الاثنين واحدة، الماكسيمال افكت في الاثنين واحدة، لكن الـ ED50 بتاعت المورفين اقل بكثير من الـ ED50 بتاعت الميبريدين. السلوب السلوب ده بيديني فكره عن الدراج سيفتي بالذات في الستيبنج كيرف. وكل ما يكون ستيبنج سلوب معناها دراج لينارو ثيرابيوتيك اندكس، كل ما يكون الكيرف بتاعك او الفيجر بتاعك طالع ستيبي والانحدار بتاعه قليل واقف كده الكيرف ستيبي، كل ما يبقى الاسلوب هنا بيديني فكره عن الثيرابيوتيك اندكس او عن السيفتي بتاعت الدراج. نارو ثيرابيوتيك اندكس معناها لو سيفتي، ستيب سلوب معناها لو سيفتي، ولذلك السلوب بيديني فكره عن السيفتي اوف دراج. بايولوجيكال فاريابيلتي ليها كذا تعريف. التعريف الاولاني يقول لك different response احصل عليه من نفس الدوز
لما اديهم لنفس different individuals. أو different doses are needed to produce the same response in different individuals. عشان كده واخدة علامتين، علامة طولية وعلامة جانبية. أقارن مقارنة الدوز ريسبونس كيرف بتنفعني في efficacy، بقدر أحدد which is more effective، تنفعني في البوتنسي عن طريق معرفة الـ ED50 أو الدوزز، وتعرفني أو بتديني فكرة عن السيفتي عن طريق السلوب. الريسبتور ريجوليشن، هل إحنا لما بندي الدواء فترة الريسبونس بيستمر كما هو ولا لا؟ ممكن يحصل داون ريجوليشن او اب ريجوليشن، وبيحصل بعض الافكتس. هنشوف مع بعض كده. داون ريجوليشن بيسموها ديسنسيتايزيشن او ريفراكتوريز. لما ندي الادويه بالذات الاجونست، حط تحت كلمه اجونست 100 خط، لما ندي الاجونست لفتره طويله يحصل decrease in response ويؤدي إلى ما يقال pharmacodynamic tolerance. لما تديني example، لما بيدي البيتا أجونست زي السالبيوتامول لعلاج برونكيا الأزمة، فنلاقي البيتا أجونست في الأول يخفف العيان، ممكن من بخة واحدة العيان لريليف الأزمة، بعد شوية العيان محتاج جرعة أكبر، بعد كده ممكن ما يخفش خالص أو ما يأثرش البيتا أجونست. فهنا الاجونست بيحصل ديكريس ان ريسبونس مع الوقت، وبيحصل فارماكوديناميك تولرانس. ليه بيحصل ديكريس ان ريسبونس هنا؟ لان بيحصل ديكريس في النمبر اوف ريسبتور مع الوقت، او ديكريس في السنسيتيفيتي بتاعت الريسبتور، او ديكريس في الريسبتور افكت كابلنج اللي احنا سميناها السيجنالينج ميكانيزم. هاو تو تريت التولرانس، هاو تو تريت الدراج تولرانس ده، يا اما دراج هوليدي يا اما نزود الجرعه بتاعت الدواء. زي ما انت شايف دراج بليدي بيمنع او بيعمل ريموفال للبيتا ارستين اللي منع الاكشن بتاع البيتا اجونست على الريسبتور، كانه عمل ريفريشمنت للريسبتور. التاثير الثاني هو اب ريجوليشن. Upregulation بيسموه سوبر سنسيتيفيتي او هايبر رياكتيفيتي، وده بيحصل لما بندي انتاجونست لفتره طويله. ليه؟ لان الانتاجونست لما بندي لفتره طويله بيعمل سنسز لنيو ريسبتورز. فور اكزامبل، لو انا هدي بيتا بلوكر لعيان عنده هايبر تنشن، الضغط بتاعه 150 على 100، واسحبه فجاه، المفروض الضغط يرجع للوضع اللي كان فيه قبل ما ادي الدواء. يعني انا 150 على 100 اديت له بروبرانولول بيتا بلوكر، رجع 120 على 80، سحبت انا البروبرانولول، ابص لهوش 150 على 100، لا يبقى 180 على 105 مثلا. فحصل هنا هايبرتنسيف كرايسيس، او يحصل انجين، او يحصل اي كارديو فاسكولار كوميونيكيشن كان بيتعالج منها المريض قبل ما ياخد البيتا بلوكرز. هل في حاجة تانية تأثر على الريجوليشن بتاع الريسبتور؟ change the number of receptor by disease أو by other substance، زي في حالة الثايروتوكسيكوزيس، الناس اللي عندهم هايبر ثايرويديزم أو عندهم ثايروتوكسيكوزيس، لما بياخدوا أو الناس دول من غير ما ياخدوا أدوية بيبقى عندهم زيادة في ضربات القلب. ليه؟ لما يزيد الثايرويد هرمون يعمل زياده في النمبر اوف بيتا ريسبتورز في الهارت، وزياده في السنسيتيفيتي بتاع البيتا ريسبتور للكاتكولامين، فبيحصل تاكي كارديا او بالبيتيشن. لذلك مهم جدا عيان عنده سايتوكسيكوزيس يدوا له بيتا بلوكر. ليه؟ عشان اعمل كنترول للبالبيتيشن بتاع الثايرويد هرمون. لو بصينا على الفيجر ده A و B و C، نلاقي A has the highest efficacy، C has the lowest efficacy، B has the median efficacy.
ولذلك A الإفكاسي بتاعته أعلى من B أعلى من C. هنا أنا قارنت حاجة واحدة ما قارنش إيديفيفت مع بعض كده. داون ريجوليشن بيسموها ديسنسيتايزيشن أو ريفراكتوريز. لما ندي الأدوية بالذات الأجونيست، حط تحت كلمة أجونيست 100 خط، لما ندي الأجونيست لفترة طويلة يحصل ديكريز إن ريسبونس ويؤدي إلى ما يقال فارماكو دايناميك تولرانس. لما تديني اكزامبل، لما بيدي البيتا اجونيست زي السالبيوتامول لعلاج البرونكيا الازمه، فنلاقي البيتا اجونيست في الاول يخفف العيان، ممكن من بخه واحده العيان ريليف الازمه، بعد شويه العيان محتاج جرعه اكبر اكبر، بعد كده ممكن ما يخفش خالص او ما ياثرش البيتا اجونيست. فهنا الاجونيست بيحصل ديكريس ان ريسبونس مع الوقت وبيحصل فارماكو دايناميك تولرانس. ليه بيحصل ديكريس ان ريسبونس هنا؟ لان بيحصل ديكريس في النمبر اوف ريسبتور مع الوقت، او ديكريس في السنسيتيفيتي بتاعت الريسبتور، او ديكريس في الريسبتور افكتور كابلنج اللي احنا سميناها السيجنالينج ميكانيزم. طيب هاو تو تريت التولرانس؟ هاو تو تريت الدراج تولرانس ده؟ يا اما دراج هوليدي يا اما نزود الجرعه بتاعت الدواء. في نوع من التورنس اسمه تاكيفلاكسس او اكيوت تايب اوف تورنس، وده ممكن يحصل مع بعض الفيرست دوزز، بعض الفيو دوزز في البدايه خالص يحصل عندي اكيوت تايب اوف تورنس، وده غالبا بيعتمد على في الاكشن بتاعه على حاجه بتكونها داخل الجسم زي النيورو ترانسميترز فور اكزامبلز. الافيدرين والانفيتامين بيشتغلوا ازاي؟ بيشتغلوا باي اندايركت ستيمولاتنج ريليز اوف كاتكولامين من النيرف اندنج. طيب لما انا بدي اول جرعه وثاني جرعه بيخلص الكاتكولامينز من النيرف اندنج، بيحصل لهم ريليز. اجي ادي الجرعه الثالثه ما فيش كاتكولامينز، وبالتالي ما فيش ريسبونس. الموضوع اللي بعد كده اللي هو دراج انتر اكشنز. ايه موضوع دراج انتر اكشن؟ ايه هو الدراج انتر اكشن؟ ان بيحصل تشينج في تاثير او تركيز دواء بتاثير دواء تاني. يعني لما ندي دوين مع بعض واحد فيهم بيأثر على الدواء التاني، سواء من ناحيه الافكت او من ناحيه الكونسنتريشن او من ناحيه الادفيرس افكتس. الموديفاينج ايجنت ده ممكن يكون دواء، ندي دوين مع بعض، او فود لما ندي دواء مع اكل، او سموكينج، او في تاثير مؤثرات كتير بالنسبه لعمليه الدراج انتر اكشنز. يعني ممكن الدراج يتفاعل مع دواء اخر، او مع اكل، او مع التدخين، او مع انسكتسايدز. السيجنيفيكانس اوف دراج انتر اكشن، هل كل الدراج انتر اكشنز احنا مش عايزينها؟ لا، في بعض من الدراج انتر اكشن بتبقى ديزاير او بنفيشال او بلان، يعني احنا مطلوب لهذه الدراج انتر اكشن. لما ثيرابيوتيك ريزلتس اوف كومباينيشن از اديتيف اور سينرجيستيك، فور اكزامبل لما ندي سايزايد مع لوب دايوريتكس، هنا انا ابقى محتاج دراج انتر اكشنز. لما ندي امينو جلايكوزايدز وبيتا لاكتام انتيبيوتكس، ده الامينو جلايكوزايدز ما يشتغلش الا في وجود البيتا لاكتام انتيبيوتكس، عشان خاطر بتمهد له الطريق، بتكسر له السيل وول، يدخل امينو جلايكوزايدز يشتغل على البروتين سينسز. يبقى هنا في اديتيف او في سينرجيستيك افكت. لما يبقى الدراج يمنع ادفيرس افكت اوف انذر دراجز، فور اكزامبل احنا دايما وابدا بنلاقي كومباينيشن من السايزايد مع السبايرولاكتون. طب ليه حاطين الكومباينيشن ده؟ لان السايزايد بيعمل هايبوكاليميا والسبايرولاكتون بيعمل هايبركاليميا، والاثنين سايد افكت.
الهايبر كاليميا بتضيع الهايبوكاليميا، الهايبر كاليميا بتاعت السبايرال مكتوب بتضيع الهايبوكاليميا بتاع السايزايت او اللوب دايوريتكس. كذلك الامر لما نيجي المغنيزيوم مع الالومنيوم كومباينيشن، الالومنيوم بيعمل كونستيبيشن، المغنيزيوم بيعمل دايريا او لاكسيتيف افكت، الاثنين يضيعوا بعض، سايد افكت يضيع سايد افكت. الايس انهبتور مع السايزايت، الايس انهبتور هايبر كاليميك ايجنتس والسايزايت هايبوكاليميك ايجنتس، وبالتالي الهايبوكاليميا بتضيع الهايبر كاليميا بتاعت الايس انهبتور، هايبوكاليميا بتاعت السايزايز بتضيع الهايبر كاليميك افكت بتاع الايس انهبتورز. اذا هنا الكومباينيشن بتاع يا اما هيديني تاثير زياده الاثنين مع بعض او سايد افكت يضيع سايد افكت. لكن ممكن يبقى الدراج انتر اكشن هنا انديزايربل او يبقى هارمفول او هازاردز. لو وان دراج تشينج ذا كونسنتريشن اوف ذا اذر ووصله الى توكسيستي او يقلل من الثيرابيك افكت، في حاله لو دراج كونسنتريشن بيزيد هيؤدي الى توكسيستي، لو دراج كونسنتريشن قل هيؤدي الى ثيرابيك فيلير. طيب في كمان نموذج تاني للانديزايربل افكتس، لو وان دراج اوبن ذا سايد افكت اوف ذا اذر، لو تو دراج ليهم سي ان اس ديبريسنت افكت او كاردياك ديبريسنت افكت وديهم مع بعض على طول هيحصل عندي ايه بالظبط؟ هيديني اكسجريتد سي ان اس ديبريشن او اكسجريتد كاردياك ديبريسنت. هنا السايد افكت لما يبقى مثلا ديجوكسين وهيدروكلوروسازايد نديهم مع بعض، ديجوكسين الهايبوكاليميا بتزود من التوكسيستي والهيدروكلوروسازايد بيعمل هايبوكاليميا تزود من التوكسيستي بتاع ديجوكسين. اذا انا عندي هنا ممكن لما تو دراجز يتاخدوا مع بعض ممكن يبقى الهازارس بتاعتهم او التوكسيستي بتاعتهم او الادفيرس افكت بتاعتهم بتزيد. انت دراج انتر اكشن نخاف منه قوي لو الدراجز له لو ثيرابيوتيك اندكس، يعني الفرق ما بين الثيرابيوتيك والتوكسيك دوز قليل، او يبقى في ستيب دوز ريسبونس كيرف، يعني السلوب بتاعه او السيفتي بتاعته قليله. طيب انت العيانين نخاف برضو عليهم من الدراج انتر اكشن، لما يبقى العيان بياخد مالتيبل دراج ثيرابي او عنده مشاكل في الليفر او الرينال، لان الدراجز مينلي اليمينيتد يا اما عن طريق الليفر يا اما عن طريق الكدني، فلما يبقى في ليفر او رينال ديسفانكشن هيأثر بالتاكيد على الدراج انتر اكشن وهيبقى خطير. لما يبقى في اكستريم ايدز اطفال سنين في نوع من التورنس اسمه تاكي فلاكسس او اكيوت تايب اوف تورنس، وده ممكن يحصل مع بعض الفيرست دوزز، بعض الفيو دوزز في البدايه خالص يحصل عندي اكيوت تايب اوف تورنس، وده غالبا بيعتمد على في الاكشن بتاعه على حاجه بتكونها داخل الجسم زي النيورو ترانس. سلو السلوب ده بيديني فكرة عن الدراج سيفتي بالذات في الستيبنج كيرف، وكل ما يكون ستيبنج سلوب معناها دراج لينارو ثيرابيوتيك اندكس، كل ما يكون الكيرف بتاعك او الفيجر بتاعك طالع ستيبي والانحدار بتاعه قليل واقف كده الكيرف ستيبي، كل ما يبقى الاسلوب هنا بيديني فكره عن الثيرابيوتيك اندكس او عن السيفتي بتاعت الدراج. نارو ثيرابيوتيك اندكس معناها لو سيفتي، ستيب سلوب معناها لو سيفتي، ولذلك السلوب بيديني فكره عن السيفتي اوف دراج. ايه انواع الدوز ريسبونس كيرف؟ يعني نوعين من الدوز ريسبونس كيرف، اما جريد الدوز ريسبونس كيرف
يبقى كوانتال. الجريدي ده بيسموه كوانتيتيف دوز ريسبونس سكيل، لان بيدي علاقه ما بين الدوز والسايز اوف ريسبونس. بيبقى ريسبونس هنا ميجرابل، زي مثلا تشينج في البلد بريشر، تشينج في الهايت، تشينج في الويت، تشينج في البلد شوجر، حاجات نقدر نقيسها وبالتالي اقدر ارسم العلاقه ما بين الدوز وما بين الريسبونس. طيب بستفيد من الكيرف ده في ايه؟ في ان انا اعرف البوتنس بتاع الدراج، الماكسيمال افيكاسي، السلوب والبيولوجيكال فاريشن اللي احنا بنشوفها. في نوع تاني من الدوز ريسبونس كيرف اسمه كوانتال دوز ريسبونس كيرف او كواليتيتيف دوز ريسبونس كيرف او اول اور نون دوز ريسبونس كيرف. هذا الدوز ريسبونس كيرف بيبقى نون جريدد او نون الاند بوينت فيه بتبقى نون ميجرابل، زي مثلا يا في ريسبونس ما فيش كونفالشن، حصلت كونفالشن ما حصلتش، فيها ارزميا، فيها ارزميا او ما فيش، ما اقدرش اقول نص ارزميا، ربع ارزميا، 3/10، لا. في موت، يا في موت يا ما فيش، ما فيش ربع موت وعشر موت وخمس موت والكلام ده، لا. اول اور نون ريسبونس، يا في يا ما فيش. دي بنستفيد منها في تحديد الاي دي 50 والتي دي 50 ميديان توكسيك دوز والميديان افكتيف دوز، والال دي 50 اللي هي الميديان ليسر دوز اللي هي الدوز which kill 50% of animal. الانتراكشن ات ميتابوليك سايتس ده كتيره، يا اما عن طريق الانزيم اندكشن او الانزيم انهبيشن. طيب عمليه الانزيم اندكشن والانزيم انهبيشن دي ليها برضه تاثيرات. بيقول لك والله لو الميتابوليزم بيعمل ديتوكسيفيكيشن للدراج، يعني بيحول الدراج من ماده اكتف الى ان اكتف وبولر، لو حصل انزيم انهبيشن الهاف لايف بتزيد، الدراج كليرنس بتقل، وبالتالي السبسيكوينت دوز لازم تقل، والا هيحصل توكسيستي. طب لو الميتابوليزم اللي هو غالبا بيعمل ان اكتيفيشن للدراج، لو عملنا انزيم اندكشن زودنا من الريت اوف ميتابوليزم، هيزيد الدراج كليرانس، يقل الهاف لايف، هيزيد السبسيكوينت دوز اوف دراج، وبالتالي بيحصل تورنس اللي هي بيسموها disposition tolerance أو pharmacokinetic tolerance. عملية التأثير الإنزيم إندكشن والإنزيم إنهبيشن على الدراج إنتراكشن من ضمن الحاجات المهمة اللي لازم تتاخد في الاعتبار أثناء ما بندي أكتر من دواء. لو خدنا examples كده مشهور اللي هو على الإنزيم إندكشن، كاربومازيبين مع الكونتراسيبتيف بيلز، لو واحدة بتاخد كاربومازيبين ده انزيم انديوسر بيزود من الريت اوف ميتابوليزم اوف كونتراسيبتيفز، فبتاخد الكونتراسيبتيف ريجولارلي وبتاخد الكاربومازيبين ريجولارلي، وفجأة تلاقي نفسها حملت. جي منين الحمل؟ لأن الكاربومازيبين بيزود من الريت اوف ميتابوليزم اوف كونتراسيبتيفز، وبالتالي بيخلي الكونسنتريشن بتاع الكونتراسيبتيف قليل وكأنها ما بتاخدش اقراص من حمل، وبالتالي هيحصل بريجنسي. طب اكزامبل الانزيم انهبيشن مشهور سايميتيدين مع وارفارين، لما بيتاخد سايميتيدين مع الوارفارين، سايميتيدين انهبت الوارفارين ميتابوليزم، فبيحصل بليدنج لان يعني الوارفارين هيزيد، بيحصل توكسيستي. ولذلك لما لو انا هدي سايميتيدين مع الوارفارين لازم اقلل من الجرعه بتاعت الوارفارين. مفهومي ومعرفتي للدراج انتر اكشن ات ابسوربشن وات ميتابوليك سايتس
وات اكسكريشن سايتس، بيخليني ابقى وانا بدي الدواء ابقى مطمئن وما عنديش خوف من بالذات لو انا مدي مالتيبل دراج ثيرابي او مدي لعيانين كبار سن او مدي دواء لحالات ادويه كتير جدا لحالات مرضيه. ممكن كمان يحصل انتر اكشن ات ديستريبيوشن سايتس، انتر اكشن ات بلازما بروتين بايندينج سايتس، يحصل ديسبليسمنت للدراج من على البلازما بروتين بايندينج سايتس بدواء تاني. فور اكزامبل النون ستيرويد بالذات الاسبرين ديسبليس الوارفارين من على البلازما بروتين بايندينج سايتس، فيزيد الليفل بتاع الوارفارين تبقى مشكلة اذا يحصل بليدنج. الكينيدين مع الديجوكسين، الكينيدين بيعمل بيحل محل الديجوكسين من على التشو بايندينج سايتس وبالتالي وفي نفس الوقت بيقلل من الاكسكريشن بتاع الديجوكسين، فتبص تلاقي الديجوكسين اللي بيزيد فبيزود من الديجوكسين توكسيستي. عشان كده ممنوع ان احنا ندي الكينيدين كانتي ارزم دراج للعيانين اللي بياخدوا ديجوكسين او حصل لهم ديجوكسين توكسيستي. يعني تخيل لو عيان حصل له ديجوكسين توكسيستي وجات له ارزميا واديت له كينيدين يبقى انت بتزود من التوكسيستي بتاعك ديجوكسين. فارماكو دايناميك انتر اكشنز، ان يحصل انتر اكشن ات ريسبتور سايتس، وده عمليه سهله جدا بالانتاجونست مورفين الانتاجونست بتاع النالوكزون، وده احنا بنستعمل النالوكزون في علاج المورفين توكسيستي في علاج الكوما بتاعت المورفين توكسيستي. البرازوسين برازوسين هو الانتاجونست بتاع النور ابينفرين، وده احنا بنستعمل البرازوسين في علاج الهايبرتنشن لهذا الغرض. بروبرانولول بيعالج الايزوبرينولول الايزوبرينالين او الايزوبريترينول توكسيستي، لاني بيقلل من الهارت ريت اللي بيعمله لي الايزوبريترينول. الانفيتامين والفينوبربتول واحد فيهم سي ان اس ستيمولانت والثاني سي ان اس ديبريسنت، الفينوبربتال سي ان اس ديبريسنت والانفيتامين سي ان اس ستيمولانت، فهنا الاكشن مختلف تماما. في اكزامبلز كتير جدا على الريسبتور انتاجونيزم ودي اعتقد اتكلمنا فيها شويه في الانتاجونيزم وتاخدوها في الانتيدوت. هي إيه انواع الدوز ريسبونس سكيل؟ يعني نوعين من الدوز ريسبونس سكيل، اما جريد الدوز ريسبونس سكيل يا اما كوانتال. الجريد ده بيسموه كوانتيتيف دوز ريسبونس سكيل، لان بيدي علاقه ما بين الدوز والسايز اوف ريسبونس. بيبقى الريسبونس هنا ميجرابل زي مثلا تشينج في البلد بريشر، تشينج في الهايت، تشينج في الويت، تشينج في البلد شوجر، حاجات نقدر نقيسها وبالتالي اقدر ارسم العلاقه ما بين الدوز وما بين الريسبونس. طيب بستفيد من الكيرف ده في ايه؟ في ان انا اعرف البوتنسي بتاع الدراج الماكسيمال افيكاسي السلوب والبيولوجيكال فاريشن اللي احنا بنشوفها. في نوع تاني من الدوز ريسبونس كيرف اسمه كوانتال دوز ريسبونس كيرف او كواليتيتيف دوز ريسبونس كيرف او اول اور نون. الفاكتور التاني اللي هيتحكم في الاكشن والدوز الايج. الايج من ضمن الحاجات المهمه ونخلي بالنا منها في عمليه تاثير على الدوز وعلى الاكشن. دايما ابدا الاكستريم ايجز نخاف منها لانها بتبقى مور سنسيتيف تو دراجز ذان ادلتس. مين هم الاكستريم ايدز؟ الاطفال نيولي بورن بيبي والانفانتس والناس السناين الناس الكبار في السن. طب ليه الاطفال؟ لان اماتيور ليفر مايكروزومال انزيم سيستم ورينال اليمينيتنج سيستم. طب ليه الكبار؟ عشان خاطر في امبيرمنت في الليفر فانكشن وكيدني فانكشن، الليفر والكيدني فانكشن بتبقى تعبت. ولذلك الاطفال بيدوا لهم جرعه اقل من الكبار، ودي ليها طريقه يتحسب بيها جرعه الاطفال. في معادلات عندك هنا بتقول التشايلد دوز بيحسبها بالنسبه للادلت سواء بالمقارنه بالوزن او بالمقارنه بالسن. فاكتور الثالث اللي هو السكس او الجندر، الميل بيحتاج جرعة أكتر ب 15% من الفيميل، يعني الفيميل بتاخد 85% من جرعة الميل.
ليه؟ لأنها smaller size, more fatty tissue, different endocrine, وبالتالي ميتابوليزم مختلف. ولذلك هنا الجندر بيغير لي الدوز اللي انا بديها للعيان. الريس الريسبونس بتاع البلاك يختلف عن الوايت، ودي عندنا اكزامبل مشهور جدا اللي هو الاي سي انهبيتورز. البلاك بيبول او النيجرو استجابتهم اقل للاي سي انهبيتورز من الاوروبيان او الكوكيزيان بيبول. الروت في ادمنستريشن البارنترال دوز دايما اقل من الاورال دوز، البايو افيربيلتي في البارنترال اعلى، مش كده بس ده كمان الديفرنت في الروتس ممكن او ديفرنت روتس ممكن تغير لي في الافكتس نفسه. اكزامبل بتاع المغنيزيوم صافيت اللي بتاخدوه في العمل، لو احنا ادينا المغنيزيوم صافيت اورالي يعمل دايريا، لو ادينا المغنيزيوم صافيت بارنترال يعمل سيديشن. اذا هنا لما غيرت الروت غيرت الكواليتي اوف ريسبونس او الدال ريسبونس مختلف. التايمنج اوف ادمنستريشن، لو انا هدي بنزودازبين كهيبنوتيك دراج يفضل ان انا بديها during bedtime او during nights على اساس ان ده الوقت الطبيعي للنوم، انما لو خدت بنزودازبين الصبح ممكن تتعب عشان تنام. السن استمرن لو اديتها بالليل مش هتعرف تنام، وبالتالي التايمنج اوف ادمنستريشن اوف دراج مهم جدا. في اكزامبل التاني الرانيتيدين، والكرانيتيدين تيكن ات بيت تايم از مور افكتيف ذان 2 3 دوزز تيكن ديورينج ذا داي، الابزوربشن بيبقى افضل وبالتالي بيبقى الاستعمال بتاعه يعني اكثر دقه. عمليه الاكل، تاثير الاكل في بعض الادويه زي النون استرويدال لازم اديهم بعد الاكل، في بعض الادويه زي الكابتوبريل لازم اديهم قبل الاكل لان في انتر اكشن بين الكابتوبريل وبين الاكل، فلازم اديه قبل الاكل. انما الاسبرين لو اديته قبل الاكل هيعمل اريتيشن للجي اي تي وبيعمل السر، وبالتالي لازم اديه بعد الاكل. باثولوجيكال فاكتورز، وجود بعض الرينال والليفر ديزيز بيأثر على الجرعة اللي احنا بنديها للمريض. لو كان الدراج بتاعي الميليتد عن طريق الكدني يبقى لازم اقلل من الدوز اللي انا هديها للبيشنت اللي عندهم رينال ديسفانكشن. كذلك الامر من وجود الناس اللي بياخدوا ادوية زي مترونيدازول الميليتد عن طريق الليفر، في هذه الحالة لو في ليفر ديسفانكشن اقلل من الجرعة او ازود من الدوز انترفال لهذه الأدوية. في كمان جينيتيك فاكتورز اللي هو البوليمورفيزم، ودي في الفارماكوكينيتكس اتدخلت بالتفصيل. في سايكولوجيكال فاكتورز، الإيفوريا، الإيفوريا من ضمن الحاجات اللي بتساعد في عملية الأكشن بتاع الأوبيويدز، ويعتقد إن جزء من ميكانيزم بتاع الأوبيويد أز أنالجيزكس الإيفوريا. الهيلث ستيت اند نيوتريشن، الناس اللي هم انيميك وعندهم ديبليتيشن دايما بيبقوا اكثر في السنسيتيفيتي للادويه وبيتعرضوا للتوكسيستي بتاعت الادويه اكثر. طيب الموضوع الاخير اللي هو موضوع الانديزايربل افكتس اوف دراج او بيسموه الادفيرس دراج رياكشن، وان كان الموضوع ده هيدرس في التوكسيكولوجي لكن هنعدي عليه مرور الكرام. الدواء ليه تأثيرين، تأثير ديزايربل أو مطلوب عشان اللي هو بيديني ثيرابيوتيك افكتس، وتأثير انديزايربل اللي هو بيبقى الهازاردز أو بيبقى بيديني إما سايد افكت أو ادفيرس دراج رياكشنز، ده بيسموه ان انتندد افكت أو ان وونتد افكتس.
بالنسبه للاندزايربل افكتس، اول حاجه فيهم السايد افكتس. السايد افكتس ده بيحصل مع السيراميك دوز، اندزايربل افكت بتحصل مع السيراميك دوز، وغالبا بتبقى دوز ديبندنت، وغالبا ما بتبقاش لايف ثريتنينج. جاست لو ظبطنا الجرعه هنعمل كنترول للسايد افكتس. بي توليريتد باي موست بيشنتس، نوت هارمفول. اكزامبل ليها دراي ماوس اللي بتحصل مع الاتروبين، السيديشن بتحصل مع الانتي هيستامينك، ده بيحصل مع كل العيانين. لكن الادفيرس دراج رياكشنز ممكن تبقى هارمفول ديتيريوس وما بتحصلش صحيح في كل العيانين، لكن لما بتحصل ممكن تبقى دوز ديبندنت اللي هي التوكسيستي، او دوز اندبندنت زي الايديوسينكريز والالرجين. ايه هي الميكانيزم بيزد ادفيرس دراج رياكشنز؟ هي الميكانيزمات بتاعت الادفيرس دراج رياكشنز. اول ميكانيزم اكستنشن اوف فارماكولوجيكال اكشنز، ده بيعتمد على البرايمري ميكانيزم اوف اكشن اوف دراج، وده تقريبا اللي عارفينه مع كل الادويه. يعني مثلا ادويه بتاعت الضغط بتقلل من الضغط، هتعمل سيفير هايبوتنشن لو ادينا جرعه كبيره. ادويه بتاعت السكر هتعمل هايبوجلايسيميا، بعضهم اللي هم الاورال هايبوجلايسيميك دراج زي الانسولين والسلفونيوريا لو اديناهم في جرعات عاليه. لكن ممكن يبقى الميكانيزم ما هوش ليه علاقه بالفارماكولوجيكال اكشنز، ده بيسموه اوف تارجت رياكشنز، ده بيبقى كونسيكونس لبارتيكولار دراج مولكول للدواء، ليه علاقه بالدواء، زي الهيباتوتوكسيستي بتاعت الاسيتامينوفين اوفر دوز. طبعا لان الاسيتامينوفين وان اوف ذا سيفست دراج، لكن لو اتاخد في ثيرابيوتيك دوز، انما لو اتاخد في توكسيك دوز بيعمل هيباتوتوكسيستي وفارمانتيباتايتس. الميكانيزم الثالث اللي هو الايديوسينكريزي، الايديوسينكريزي ان بيحصل ابنورمال ريسبونس ديو تو جينيتيك ابنورماليتي. فور اكزامبل ساكسونايد كولين ابنيا اللي بتحصل مع الساكسونايد كولين، يعني نوع من انواع الابنورماليتي في الرياكشنز، ان الساكسونايد كولين ده بيحصل له اليمينيشن باي سودو كونستريز انزايم. لو العيان عنده ديفكت في السودو كونستريز انزايم ديو تو جينيتيك ابنورماليتي هيحصل اكوميوليشن للساكسونايد كولين، فبيعمل لي بالانس للانتر كوستال سكيلتال ماسل، فبيعمل لي ابنيا للبيشنت اللي بياخده ساكسونايد كولين حتى وان كان ثيرابيوتيك دوز او اقل من ثيرابيوتيك دوز. وبالتالي هنا المفروض يتعملوا تيست قبل ما يتاخد. الالرجي ده اخر نوع من الميكانيزمات بتاعت الادفيرس دراج رياكشنز، وده واضح جدا من اسمه اميون بيزد رياكشن، بيعتمد على ان يحصل انتيجين انتي بودي رياكشنز، بيحصل ماسيف ريليز لبعض المديتورز من امونيوم هيستامين، وده بيعمل لي برونكس سبازم وهايبوتنشن بعض من المشاكل زي ما شفنا في الانافلاكتيك رياكشنز بتاعه البنسلين. التوكسيك رياكشنز ممكن تبقى دوز ديبندنت، ودي تبقى بريدكتابل وتريتابل وافويدابل، اللي هي اوفر دوز توكسيستي العاديه. ممكن تبقى دوز اندبندنت زي الالرجي والايديوسينكريزي، نحن مش متوقعينها ومش عارفينها وما نقدرش نتجنبها، تبقى انبريدكتابل. كمان التوكسيك رياكشن ممكن تبقى لوكال او سيستميك، لوكال ات ذا سايت اوف دراج كونتاكت او سايت اوف دراج ادمنستريشن، او سيستميك يعني تحصل بعد الابزوربشن والدراج يحصل له ابزوربشن وتوزع يحصل توكسيستي. ممكن تبقى الميديات، وممكن تبقى ديليد الميديات زي الهايبوتنشن اللي بيحصل مع الانتي هايبرتنسيف، ديليد زي الكارسينوجينيسيس اللي بتحصل من النيتروز كومباوند بتحصل بعد فتره من الزمن. السلايد دي بتوضح لي ازاي بتحصل الرجيك رياكشن والرول اوف سينسيتايزيشن وتكوين الانتي بادي والانتي بادي رياكشنز، وايه هي ال المانيفستيشن بتاعت الهايبر سيستيفتي رياكشنز زي الفيفر وسكين راش واتش واكزيما وقد تصل انافلاكتيك شوك. واشهر ايجنتس ممكن يعمل انافلاكسيس اللي هم مجموعه البيتا لاكتام انتي بايتس، كمان انتي تيتانيك سيرام. فوتو الرجيك رياكشن نوع من الرياكشنز بس ليه علاقه بالشمس. هذا النوع من الالرجيك رياكشن بيحصل لما الشخص يتعرض للشمس، يعني لما دراج يروح تحت الجلد
بيحصل له اكتيفيشن باي يو في اور فيزابل راديشن بيكون الرجين. الاكزامبل اللي بيعمل كده تترا سايكل والسلفونامايد والكلوبروميزين. طبعا مهم جدا في من ضمن الوسائل ان احنا نتغلب بيها على الفوتو الرجيك رياكشن ان احنا افويد سان اكسبوجر. الايديوسينكريزي اللي هي قلنا abnormal response بيحصل due to genetic abnormality. ده بيحصل response مختلف عن النورمال ريسبونس وبيبقى دوز اندبندنت، لان ممكن مع اقل جرعه يحصل ايديوسينكريتيك رياكشنز زي سيفير هيموليتيك انيميا اللي بتحصل مع الفول او الناس اللي عندهم جي 6 بي دي جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ديفكت، او الساكسونايل كولين ابنيا اللي بتحصل مع الناس اللي عندهم ديفكت في السودوكونستريز انزايم. في بعض السبيشال ادفيرس دراج رياكشن زي الكارسينوجينيسيس ان بعض الدراجز او بعض الكيميكال ايجنت كان انديوسينج جينيتيك ميوتيشن بتؤدي الى كانسر، ان بعضهم بيحول بروتو اونكوجين لاونكوجين او بيعمل انهبيشن للتيومر سبريسر جينز وفي النهايه بيؤدي الى ميوتيشن بيؤدي الى كانسر. من ضمن الكيميكال كارسينوجين المشهوره جدا اللي هي السجاير الاستروجين هرمون على البريست كانسر نيتروزامين. عمليه تراتوجينيسيس نوع من انواع السبيشال ادفيرس دراج رياكشنز اللي بيحصل كونجنتال ستراكشرال مال فورميشن للفيتس لما الدراج يتاخد ديورنج اورجانوجينيسيس او في الفيرست تريمستر اوف بريجنسي. ممكن يكون سببه دي ان اي دامج. في اكزامبلز كتير هناخد بعض الاكزامبلز المشهوره منها فوكوميليا افتر ثاليدومايد. الثاليدومايد لو اتاخد ديورنج بريجنسي البيبي ينزل وهو عنده شورتنج في الليمبس. تستكرر اتروفي في حاله الاستروجين لو ست خلت استروجين ديورنج بريجنسي ممكن يطلع طفل وهو عنده تستكرر اتروفي. ماسكولايزيشن الفيميل ويز اندروجين لو الست خلت اندروجين كتير يحصل ماسكولايزيشن في الفيميل. كليفت بالت مع الفينيتوين ديفنس مع الامينوجلايكوزايدز دي كلها مجموعه من الادويه اللي ممكن ليها تراتوجينيك افكت. طبعا ومقسم ال اف دي اي الكاتيجوريز اي بي سي دي اكس وهنا كاتيجوري اكس ممنوع انها تتاخد نهائي. كاتيجوري دي اذا احتاجت الضروره بشده سي وبي اي هما اللي بيستعملوا ديورنج بريجنسي. ده الفوكوميليا اللي بتحصل من ثاليدومايد. دراج ابيوز. دراج ابيوز معناها نون ميديكال يوز اوف دراج باي سيلف ادمنستريشن فور نون ميديكال بيربوس وده بيأذي المجتمع وبيعمل لي ميديكال بروبلمز. الدراج ديبندنس او مجازا بنسميه ادكشن ان هو كومبالسري دراج يوز او سليف بيشنت بيكام سليف تو ذا دراج ما يقدرش يعيش بدون الدواء. في بعض من الدوافع اللي بتؤدي الى دراج ابيوز او الادمان من اهمها الايفوريا. ايه المانيفستيشن بتاع دراج ابيوز؟ يحصل warm flushing skin و euphoria sensation في اللور abdomen تشبه ال sexual orgasm. في tons وفي withdrawal syndrome وفي طبعا مشاكل بتحصل في المجتمع نتيجة للدراج abuse. لو خدنا examples كده مشهور اللي هو على ال enzyme induction carbamazepine مع ال contraceptive pills. لو واحدة بتاخد كربومازيبين ده انزيم انديوسر بيزود من الريت اوف ميتابوليزم اوف كونتراسيبتيفز فبتاخد الكونتراسيبتيف ريجولارلي وبتاخد الكربومازيبين ريجولارلي وفجأة تلاقي نفسها حملت. جي منين الحمل؟ لأن الكربومازيبين
هنا بيديني مقارنة ما بين الفيزيكال والسايكيك ديبندنس، مقارنة سهلة جدا. في الفيزيكال ديبندنس الأدكت بيبقى فيزيكالي أند فيسيولوجيكالي ديبندنت أون ذا بريزنس أوف ذا دراج، في كومبالسيف دراج يوز، لو وقفنا الدواء يحصل أبسنس سندروم. عشان كده العلاج لازم يتم بجراديوال ويزدرول للدراجز وندي بديل زي المورفين ديبندنس، كوكين ديبندنس، امفيتامين ديبندنس، ده كله يبقى فيه فيزيكال ديبندنس. انما السايكيك ديبندنس يشبه الهابيت او هابيتويشن، بيبقى البيشنت جاست سايكولوجيكالي ديبندنت على الدراج، زي في جاست كريفنج. لكن لو عملنا صدر ستوب مش هيحصل في فيزيكال او ويزدرول سيندروم، انما يحصل جاست سايكولوجيكال ديستربنس، زي الناس اللي بتاكل كافي او تشرب سجاير في رمضان، ممكن ما يشربش سجاير مش هيموت، لكن هيحصل بعض من السايكولوجيكال ديستربنس. الادفيرس دراج رياكشنز تعريف لو احنا رجعنا له في المتاخر، هو هارمفول افكت non intended reaction to the drug بيحصل مع drug where a positive direct causal relationship between the event and the drug effect or has been proven to exist. يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه في بداية ال undesirable effect. Pharmacovigilance بيديني فكرة عن الفولو اب بتاعت السيفتي بتاعت الدراج، وحيانا ما بيهتمش بالإفكاسي بقدر ما بيهتم بالسيفتي اوف دراج. بنشوف هل في اي هازاردز او بعض الادفيرس افكت بتظهر مع الوقت ولا لا. لو ظهرت بيحصل ريبورتنج، وعشان خاطر نقلل من نسحب الدواء او نغير في الاستعمال بتاع هذا الدواء. شكرا.